إلى الساحات خرج اليمنيون مرة أخرى. هذه الآلاف المؤلفة تلهج بصوت واحد ضد المشاريع والتسويات التي تكرس الحرب، ويتم تسويقها عبر مخططات تحمل هوية الأمم المتحدة. اتحد هؤلاء من أجل حماية دولة مهددة بالتمزق ومن أجل سلام لا تهدده الحروب، كما اتحدوا قبل 26 عاماً حول مشروع الوحدة، ورسالتهم تبدو واضحة للمبعوث الأمم الذي عاد إلى صنعاء سالكاً الطريق الخطأ مرة أخرى بحثاً عن السلام الذي قتل في 21 سبتمبر على أيدي الجماعة الإنقلابية الموالية لطهران. في ساحة العروض بعدن يبدو المشهد مختلفاً هذه المرة، فالرئيس هادي الذي غاب عن هذه الساحة كثيراً ها هو يعود بقوة كاشفاً عن المعدن الحقيقي لهذه المدينة. حضرنا اليوم في هذه التظاهرة الجماهيرية الحاشدة التي تقام في ساحة العروض بخور مكسر، والتي خرج فيها كافة أبناء محافظة عدن لنقول ونعبر عن رأينا في رفض مبادرة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، والتي أتت لتكافئ المعتدي وتشرعن الإنقلاب. عدن تأتلف مع تعز ومأرب وحضرموت في احتشاد وطني رافض لمحاولة الالتفاف على شرعية النظام الانتقالي وشرعنة الإنقلاب. غابت الشعارات واللافتات التي وظفها الإنقلابيون من قبل في ساحة العروض، وصرفوا بها جهد هادي للحشود نحو مشاريع لا تخدم سوى الإنقلابيين وراعيتهم الطائفية إيران. وهذا المشهد من تعز التي بقيت كما عهدناها قلب اليمن النابض بالثورة وبالانحياز للمشروع الوطني الكبير. وهنا في مأرب يستمر العطاء الثوري وتستمر التضحيات، ويتجدد العهد بالولاء للوطن وثورته ووحدته. هذه الجموع خرجت لتقول للعالم هذا الصوت الذي يتعين أن تستمع له جيدا في اليمن، إنه الصوت الذي ناضل من أجل السلام، وهو مستعد اليوم لتقديم المزيد من التضحيات من أجل القيمة العليا للسلام الذي يصون الكرامة ويحقق المواطنة ويضمن الحقوق العادلة لكل الناس.